ولأول وهلة وجدت رد العالم الكبير مقنعا، فقلت انتهى الأمر بالنسبة إلي. أنا سأذكر هذا في محاضرتي عن معاوية وأقول أستغفر الله، أنا كنت في الجانب الآخر الذي أساء الظن في هذه المسألة واتهم معاوية، الآن وجدت جوابا، انتهى كل شيء. ولم ألبث إلا يسيرا حتى انكشف لي الغطاء، فإذا بجواب العلامة الصعيدي ليس بالصحيح، انكشف لي أنه خاطئ. سبحان الله، في لحظة هكذا، في لحظة، وأنه يعتبر رداً للحديث الصحيح في المسألة، غير صحيح، تعلة وليس جواباً. فقلت انتهى، معاوية يعود إلى قفص الاتهام. ثم يأتون ليتهموا أمثالنا بالكذب والتدليس. سنرى من الكاذب ومن المدلس، نحن لا نخشى شيئاً. ونكذب من أجل ماذا أيها الإخوة؟ نكذب من أجل ماذا؟ بفضل الله تبارك وتعالى، ليس هناك دافع واحد يدفعنا للكذب، وليست لدينا خصومة شخصية لا مع معاوية ولا مع غير معاوية. بالأمس أحدث إخواني، أقول لهم قبل أيام يسيرة جدا، قرأت دفاعا للعلامة المصري المرحوم عبد المتعال الصعيدي رحمة الله عليه، درعمي كبير، هذا عالم درعمي كبير، وأنا أحترم هذا الرجل، رجل ذو تفكير مستقل وحر، كان في الخمسينيات في مصر رحمة الله تعالى عليه، وهو يدفع عن معاوية شبهة الاستلحاق. استلحاق معاوية زيادا بأبيه، أبي سفيان. ولأول وهلة وجدت رد العالم الكبير مقنعا، فقلت انتهى الأمر بالنسبة إلي، أنا سأذكر هذا في محاضرتي عن معاوية وأقول أستغفر الله، أنا كنت في الجانب الآخر الذي أساء الظن في هذه المسألة واتهم معاوية، الآن وجدت جوابا، انتهى كل شيء. ويشهد الله الذي لا إله إلا هو أن هذا ما حصل بيني وبين نفسي. هكذا هو طالب العلم، هكذا طالب الحقيقة، ليست لدي خصومة مع أي أحد، أنا أريد الحقيقة، أريد الحقيقة التي أتبرر بها بين يدي الله تبارك وتعالى. وأرجو لكل طالب علم أيها الإخوة أن يكون لديه مثل هذا المزاج. لكن لكي أكمل القصة، ولم ألبث إلا يسيرا حتى انكشف لي الغطاء، فإذا بجواب العلامة الصعيدي ليس بالصحيح، انكشف لي أنه خاطئ. سبحان الله، في لحظة هكذا، في لحظة، وأنه يعتبر رداً للحديث الصحيح في المسألة، غير صحيح، تعلة وليس جواباً. فقلت انتهى، معاوية يعود إلى قفص الاتهام. هذه الحقيقة أيها الإخوة، أنا أعلم هؤلاء مثلاً منهم، لا أقول كلهم حتى لا أقع في الظلم، الله يحب النصف والإنصاف والمعدلة أيها الإخوة، منهم من يبتر الكلام ويقطع النصوص، منهم من يقول العلماء الذين هم أخصام له فيما يظن. وعيب أن يقول مسلم إن مسلما خصم الله، يقول هذه محاجة، نقاش علمي، مناظرة، هم كل شيء يحولونه أيها الإخوة إلى ولاء وبراء وعقيدة، إيمان وكفر، وأنت داخل السنة وخارج السنة، أنت داخل الدين وخارج الدين. هذه حالة عجيبة جدا يا أخواني، ليه؟ سوف ترون اليوم، أنا أتيت فقط ببعض المراجع وبعض الكتابات لكي تروا كيف تناول بعض العلماء هذه المسألة لا، لكن هؤلاء لا أدري. قبل 20 سنة حين فتحنا ملف يزيد اللعين لعنة الله على يزيد بن معاوية، قاتل أهل البيت، أقاموا الدنيا ولم يقعدوها علينا، واليوم تقريبا كثرتهم الساحقة الغالبة على البراء من يزيد، وإعلان أنهم يكرهونه ولا يحبونه، وأنه قلت ما شاء الله، نحن سبقناكم 20 سنة. قبل 20 سنة كادوا يكفرونني أيها الإخوة، كادوا يكفرونني، وعقدوا أشياء عجيبة، وكتبوا كتب ومناشير وكذيب وأفائك سمجة من أجل يزيد. واليوم ادخل على اليوتيوب معظم يقول لك لا يزيد هذا شيء مختلف، لا نحبه، يزيد ليس جيدا، يزيد كذا، وبعضهم طبعا يسبه، وبعضهم يحكي اللعن فيه، ماذا قال العلماء في تجويز لعنته. أنا متأكد أقول لكم هذه المرة ليس بعد 20 سنة، بعد بضع سنوات سوف ينتهون أيضا إلى ما نقول اليوم في معاوية، لأن قولنا في معاوية معتدل، نحن لا نلعنه ولا نسب ولا نشتم، نحن نناقش أيها الإخوة على مهل وبتؤدى وبأدب، معتصمين بحبوة التحقيق أيها الإخوة، هكذا. لا
ليس من شأننا أن نسب ولا أن نلعن ولا أن نغتصب صلاحيات الله تبارك وتعالى فندخل الناس في الجنة والنار، نناقش نقاشا علميا، وهذا لا يرضيهم، وهذا لا يرضيهم، لا يرضيهم إلا أن تذوب فيهم ذوبانا كاملا. لذلك أيها الإخوة، وطبعا حتى لا أنسى، مثل هذه المسائل تشكل أنموذجا لما عليه العقل المسلم اليوم. وما عليه العقل المسلم اليوم لا يطمن، خاصة كما يمثله هؤلاء لا يطمن. يعني اختلاف في مسألة مسألة معاوية، هذا وضع معاوية جعلتموها كأنها إيه؟ كأنها مسألة عقدية في صلب الاعتقاد وطعن في الدين، وقال أبو زرعة وقال أبو فلان، شيء غريب جدا. المسألة ليست هكذا، ليست هكذا بالمرة. وقولي في الصحابة أيها الإخوة، وهو قول طائفة من المحققين في القديم والحديث، أنا أراه في نظري، ولذلك أنا أقول به قولا معتدلا جدا، هو أعدل الأقوال، أعدل من قول الشيعة الإمامية، وأعدل من قول أهل السنة والجماعة. بالأمس قلت هذا بعد الخطبة الإخواني. الشيعة الإمامية لديهم أيها الإخوة تفريط في حق الصحابة، يسيئون الظن في معظم الصحابة، هذا تفريط. وأهل السنة لديهم إفراط أيها الإخوة، كل الصحابة لفق واحد ما شاء الله، كلهم مباركون، عدول، هم لا يقولون منزهون مقدسون معصومون، ولكن يعاملونهم معاملة المعصوم. أنا أقول وقلت هذا قبل وأذكر بهذا مرة ثانية، لا، الشيعي أيها الإخوة الذي يرى أن أئمة أهل البيت معصومون ثم يبني على ذلك توالية ولوازم يستخرجها أكثر اتساقا مع نفسه من الذي يقول الصحابة غير معصومين، ثم هو يعاملهم معاملة المعصوم تماما، عجيب. وبالعكس مذهب الشيعة على أني لا أنتحله مسألة العصمة هذه أيها الإخوة، لا أنتحله بتة، مذهب الشيعة أقل خطرا على العقل وعلى النفس، أقل خطرا منهجيا وتربويا من هذا المنهج. قولوا لي لماذا، وأنا أتحدث بلغة علمية أيضا منهجية فيما أظن إن شاء الله تعالى. لأنك حين تقول لي الصحابي ليس معصوما، جميل جدا، لكنه زنى وسرق وقتل وفرق الأمة ومزق وحدتها وتسبب في قتل عشرات الألوف واغتال أيها الإخوة واستباح سبي النساء المسلمات وقتل الأطفال، فعل الأفاعيل، أصابنا بمصائب وكرثنا بكوارث، وتقول لي رضي الله عنه وأرضاه ومع أبي محمد بن حزم رحمة الله عليه وهو في الجنة قطعا، هذا مذهب خطير جدا 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 تربويا هذا أيها الإخوة، هذا ينشئ نفسيات. وأنا أقول لكم والله على ما أقول شهيد، لا أقول هذا كيادا، وهذه النفسيات موجودة، تجد الآن من علماء الدين فضلا عن العامة وهم كثر متدينون، تجد من هم إيه؟ متدينون، تجد المتدينين منهم وبلحى وجلابيب ويلتزمون إيه؟ المساجد ما شاء الله، وفي الصفوف الأولى، ويمكن أن يفعلوا الأفاعيل. غريب، ما الذي يحدث؟ كيف يا أخي؟ المفروض أن الإنسان كلما تدين وأمعن في التدين زاد ورعه، أين الورع؟ لا ورع، من أين يأتي الورع؟ وهو يتلقى منذ نعومة الأظفار أن الإنسان يمكن أن يكون كمعاوية أيها الإخوة، يستحل أموال الأمة ويستحل دماءها ويكذب ويدجل. طبعا الآن هم يغضبون حين يسمعون هذا، لكن أقول لهم صبرا صبرا، عليكم أن تصبروا على الأقل إلى أن أفرغ من هذه السلسلة، هذه السلسلة طويلة، اليوم طليعة السلسلة، وسأقول لكم الطليعة عن ماذا تتحدث، هذه الطليعة فقط اليوم، لا ندري قد تأخذ ساعتين ثلاثة أربعة طليعة، وبعد ذلك نبدأ في إيه؟ في فتح ملف معاوية حقيقة. بعد أن تسمعوا كل شيء وبالدليل تكلموا، هل معاوية دجل أو لم يدجل؟ في نظري دجل كثيرا، وقضى حياته في الدجل أيها الإخوة، التدجيل على الأمة وتزييف وعيها بكل وسيلة ممكنة له، سوف يثبت لكم هذا بالبرهان إن شاء الله. اليوم ستشمون رائحة الدليل في هذه المسائل من قول علماء أفاضل ولكن أقول لكم مثل هذا الرجل، معاوية أو غير معاوية ممن يعتقدونهم سنأتي على أسماء جملة منهم، وهم كما قلت في محاضرة الصحابة وعدلتهم قل من زور بفضل الله تبارك وتعالى. اعتقادنا أن معظم أصحاب رسول الله على الاختلاف في تعريف الصحابي، على الاختلاف في تعريف الصحابي الذي فصلنا فيه القول في الحلقات السابقة أو الحلقات السابقة، معظم أصحاب رسول الله أيها الإخوة فعلا كرماء أماجد أماثل علية جلة عدول مع النشكلة، إلا يسير منزورة هم الذين شذوا
وغيروا وبدلوا، وهم الذين وردت في حقهم النصوص، وهم الذين يختلجون عن حوض محمد صلى الله على محمد وآله يوم القيامة. النبي قال هذا.